أعزائي تلاميذ السنة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلول أقيم تعلمات صفحة 26. أنسب كل فعل لمن قام به. عدنا ثلاث صور أمامنا. نفهم بأن هذا هو الجار لأنه يرتدي ربما ويظهر لي بأن هذا هو أحمد وهذا هو الأب الكبير. أحمد هو الصغير والأب هذا هو الجار لأنه ربما يرتدي ملابس الشغل. أنسب كل فعل لمن قام به. عانى من الصداع. من الذي عانى من الصداع أعزائي التلاميذ؟ الذي عانى من الصداع هو الأب. عانى من الصداع طول النهار. هذا هو الشخصية الكبيرة هنا. دق باب جاره. هذا هو راه يدق باب جاره أحمد. عاد من عمله هو أحمد. استعمل المثقاب. هو الجار. اعتذر بشدة الجار. وأرسل تحياته، أرسل تحياته للوالد الجار. هو الذي أرسل تحياته للوالد. أنا ظهر لي بأن هذا هو الجار لأنه يرتدي ربما ملابس الشغل، وهذا هو أحمد لأنه خارج، أولا خارج البيت، ثانيا يعني لا يظهر بأنه كان يشتغل. رتب الصور بالأرقام واحكي الحكاية حسب تسلسل الأحداث. عندنا أولا الصورة، يدخل منير إلى غرفة الاستقبال. هذه هي الصورة رقم واحد. يدخل منير إلى غرفة الاستقبال. هذه هي الصورة رقم واحد. يشاهد بقعة على الحائط. ينادي على زوجته سميرة. هذه هي الصورة رقم اثنين. تأتي سميرة. سميرة تطل. إذن هنا لاحظوا سميرة ترتدي الفستان الأصفر. إذن سميرة هي التي تطل من النافذة تنادي على جارتها سؤال. وهناك اختلاف النصين بين الكتاب القديم والكتاب الجديد. هاي هذه سعاد ردت عليها، يعني ثم نزلت عندهم الجارة سعاد. هاي هذه معهم في الصورة، ربما هذه الصورة خمسة. صورة خمسة. نحكي الحكاية حسب تسلسل الأحداث. إذن نحكي الحكاية. دخل منير أو عاد منير من العمل ودخل إلى غرفة الاستقبال، فشاهد بقعة على الحائط. نادى على زوجته سميرة. تعالي يا سميرة انظري ما سبب وجود هذه البقعة على الحائط. تفاجأت سميرة بوجود البقعة وقالت يا ويلتي ماذا تفعل جارتنا في الأعلى. فتحت النافذة لتنادي عليها. تعالي يا سيدة سعاد لتنظري ماذا فعلت أو ما الذي حدث لحائطنا من جراء تنظيفك للأرضية. نزلت إذن سيدة سعاد واستقبلوها وأروها ماذا حدث للحائط. وبعد إذن حوار نتج عنه تفاهم اعتذرت سعاد عن عملها وقررت أن تحضر المبيض وتعيد تبييض أو طلاء الحائط وتعتذر منه مرة أخرى وتقول بأنه لم يكن مقصودا بل أفلت منها دلو الماء مما تسرب عبر الجدران وأحدثت تلك البقعة. هذه مساعدة فقط لكم. أكمل على المنوال. علم المعلم قسم. ماذا نسميه؟ المقسم. ومقسم الأرزاق هو الله عز وجل. نظم المنظم. نظم المنظم. كلم المكلم. المتكلم. كلم المكلم. أعرب الجملتين إعرابا تاما. ك
كلم أحمد العجوز، نعرف بكم كلم، كلم ما نوع هذه للإعراب؟ يجب علي أن أعرف نوع الكلمة. كلم ما نوع هذه الكلمة؟ نوع هذه الكلمة كلم، يكلم، إذن فعل، نقول فعل، كيف نعرف فعل؟ ما هو زمنه؟ ماضي. فعل الماضي دائما يكون مبنيا على الفتح، على الفتحة. ونكمل الإعراب الظاهرة على آخره، الظاهرة على آخره. أحمد، إذن أحمد، 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 بماذا تنتهي أحمد؟ بالضمة، إذن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحمد هو اسم، إذن يجب علي أن أعرف دائما في الإعراب، يجب علي أن أعرف نوع الكلمة. فاعل، ما هي علامة إعرابه؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الجارة، الجار، هذا ما هو نوع هذه الكلمة؟ اسم ولا فعل؟ إذن هو اسم. وماذا يوجد في نهايته فوق حرف الراء؟ ماذا يوجد؟ فتحة. إذن هذا الاسم الذي يكون منصوبا ويقع عليه. من الذي كلمه أحمد؟ هو الجار، إذن مفعول به، وقع عليه فعل الفعل. منصوب، يكون دائما منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ساعد، كذلك نعربها نفس إعراب كلمة. ساعد، نعربها نفس إعراب كلمة. ساعد فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الشاب، نعربها نفس إعراب. من الذي ساعد؟ العجوز. الشاب هو الذي ساعد العجوز. إذن الشاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. ماذا ساعد الشاب؟ ساعد الشاب العجوز. العجوز مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اكتب ما يملى عليك دون إخطاء. إذن هنا نكتب إملاء، مثلا في فصل الربيع ذهبت إلى حديقة الحيوانات، طاردت الفراشات وقطفت مجموعة من الأزهار، وفي المساء عدت إلى البيت وأنا جد فرح. شكرا أعزائي التلاميذ على المتابعة، وإلى اللقاء.